المزيد من التفاصيل، ينضم إلينا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا بحضرتك يا فندم. معالي السفير، استنادا لمكانة الدولتين مصر وألمانيا على الصعيد الدولي، كيف ترى تطور العلاقات المشتركة بين الدولتين الكبيرتين خاصة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية أيضا؟ يعني هذا العام كل من مصر وألمانيا يحتفلان بمرور 70 عاما على إنشاء إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهم. طبعا عندما أنشئت العلاقات كان هناك في ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، لكن اليوم هناك في ألمانيا الموحدة. العلاقات خلال السبع عقود الماضية بين الطرفين كانت علاقات كلها تستند إلى المودة والاحترام المتبادل وتقديم ألمانيا لمساعدات تنموية واقتصادية لمصر عدا فترة قطعت فيها العلاقات بسبب تزويد ألمانيا لإسرائيل بالسلاح، وذلك كانت في الستينيات. لكن خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا بعد 2014 شهدت العلاقات المصرية الألمانية نموا لافتا للنظر في مجالات عديدة، لعل أهمها هو التعاون في المجال الأمني والدفاعي والعسكري، ودوت يدل على الثقة الكبيرة التي توليها ألمانيا لمصر كدولة تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأمس على سبيل المثال التقى السيد الرئيس عقب وصوله إلى ألمانيا بشركة ألمانية كبيرة ذائعة الصيد في الصناعات البحرية لتعزيز التعاون بين مصر والشركة، شركة لورسن. أيوة خلينا في هذا المجال. وكما تعلم حضرتك انه خلال السنوات القليله الماضيه اولت مصر اهتماما خاصا بتحديث اسطولها البحري، وانشات قياده للاسطول في البحر المتوسط وقياده اخرى للاسطول في البحر الاحمر، كما انشات قاعده كبيره جدا في جنوب مصر على البحر الاحمر، استشعارا منها لضروره واهميه الحفاظ على أمن البحر الأحمر وعلى أمن قناة السويس من الشمال ومن الجنوب. وبالتالي ألمانيا بتدعم مصر في المجال العسكري ومجال الأمن بصورة كبيرة، وبتتعاون مع مصر وتقدر الدور المصري في مكافحة الإرهاب ليس فقط حضرتك داخل مصر، وإنما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي دول الساحل. نعم. وطبعا حضرتك يعني نحب أنا ونحن نتحدث عن العلاقات المصرية الألمانية نتذكر الزيارة التي كانت قد قامت بها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لمصر في مارس 2018 إذا ما كانت ذاكرتي بتخني، وكانت زيارة بتعكس الاحترام والتقدير الكبير من جانب ألمانيا لمصر وللقيادة المصرية. نعم. معالي السفير، أيضا ماذا عن ضرورة تنسيق المواقف السياسية المشتركة في ظل ما يمر به العالم من تغيرات مستمرة وتحديات كبيرة، خاصة لما للدولتين من مكانة كبيرة في محيطهما؟ حضرتك يعني ألمانيا ثالث اقتصاد على العالم، وألمانيا أول اقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي، ولها تأثير كبير في عملية صنع قرار السياسي في داخل الاتحاد الأوروبي. وعلاقتنا مع ألمانيا من وجهة نظر المصالح المصرية، علاقتنا مع ألمانيا تمثل حجر ثاوية في سياستنا تجاه الاتحاد الأوروبي وتجاه أوروبا حضرتك، لأنه التعاون مع ألمانيا بيغطي كافة المجالات، سواء بنتحدث عن العلاقات الثنائية أو بنتحدث عن التنسيق والتشاور مع الدول مع القوى المؤثرة في عملية صنع القرار الدولي بالنسبة للقضايا التي تمس الأمن القومي المصري.
على سبيل المثال وليس الحصر القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، الأوضاع في الشرق المتوسط، العمل مع التعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي من خلال الأمم المتحدة لتسوية الأزمات في المنطقة، الوضع في سوريا، الوضع حضرتك في اليمن، الأوضاع في لبنان. فطبعا التنسيق والتعاون بين مصر والقوى الدولية المؤثرة وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا، عندما نتحدث عن العلاقات المصرية الألمانية يجب أيضا أن يكون حاضرا في ذهن علاقتنا المتميزة مع فرنسا. فطبعا مصر حريصة كل الحرص على ترسيخ التشاور المستمر والتعاون مع القوى الدولية المؤثرة من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللي بينعكس إيجابا على الأمن القومي المصري وعلى المصالح المصرية وعلى الخطط المصرية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نعم، السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.